طيب خلينا نستقبل أنطونيو فيريرا مدرب حراس مرمى فريق ليل، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معانا في السادسة، وأهلا بيك في قناة النادي الأهلي. It's one pleasure for me to speak with you. شكرا جزيلا. أنا مسرور جدا لأشارك معكم للمرة الثانية. أنا مسرور جدا لدعوتكم لي للمشاركة على قناة الأهلي لأعبر عن آرائي وأبدي أي آراء خاصة بكرة القدم في الوقت الحالي. أنا هبدأ معك بملف حراسة المرمى، ومن خلال متابعتك للدوري الفرنسي بشكل خاص والدوريات الخمسة الكبرى بشكل عام، مين أكتر حراس لفتوا نظرك، وهل في أسماء كانت متوهجة أو متألقة في المواسم الأخيرة ابتعدت عن الأضواء وظهرت بدلها أسماء جديدة؟ أهم الأسماء من وجهة نظر أنطونيو فيريرا. With the best goalkeeper. Yes. Sorry, I don't hear you. هل أعيد السؤال مرة ثانية؟ لدينا حراس مميزين حول العالم الآن في الدوريات الأوروبية، وليس فقط في الدوريات الخمسة الكبرى. بالطبع لدينا في إنجلترا، لدينا إيدرسون، لدينا أليسون، لدينا بيكفورد، لدينا حراس مميزين. والأمر ينطبق كذلك على باقي الدوريات الأوروبية. بالطبع لدينا حراس مرمى رائعين، ولكن في الدوريات الخمسة الكبرى لدينا دوناروما الآن في فرنسا، واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. هو حارس مرمى شاب ويؤدي مستويات عالية هذا الموسم، وبالطبع يستطيع أن يلعب في أكبر الأندية في أوروبا. أعتقد أن دوناروما من أفضل حراس المرمى هذا الموسم، وأعتقد حينما رأيت مستواه عن قرب في فرنسا أستطيع أن أقول أنه حارس مميز. ولكن لدينا أيضا في إسبانيا لدينا تيبو كورتوا، هو رقم واحد في العالم هذا الموسم. هو أظهر كفاءة عالية واستطاع أن يصل بفريقي إلى البطولات. أعتقد لا أستطيع أن أصنف رقم واحد ورقم اثنين، ولكن تيبو كورتوا الآن أثبت جدارته. حينما تفوز ببطولة فبالطبع تكون مرشحة لتكون أفضل حارس وتكون الأفضل في العالم. ولكن بالنسبة لي لدي خمس أو ست حراس أستطيع أن أقول أن وسط هؤلاء الحراس منهم من يكون رقم واحد. بالطبع لدينا كورتوا، لم يكن بهذا المستوى من قبل. كورتوا الآن يقدم مستويات مميزة. الفريق الآن يعتمد عليه اعتمادا كليا. يحتاج ليستمر لأعوام، لعام أو عامين مرة أخرى، ليثبت جدارته عاما بعد الآخر. ولدينا أيضا حراس جيدين في بطولات أخرى، ولكن طيب خلينا نروح للبطولات الأخرى تحديدا، وأسألك على بدايات دور المجموعات في الشامبيونز ليج. مين الحارس اللي لفت نظرك، حارس الموهبة الصاعدة أو المفاجأة أو حصان أسود من وجهة نظرك؟ مين أكتر حارس صاعد لفت نظر أنطونيو فيريرا؟ نعم، سؤال صعب. أعتقد أن الآن حارس مرمى بورتو، لدينا ديوغو حارس مرمى بورتو ويقدم مستويات. هو حارس شاب ويقدم، هو موهبة برتغالية كبيرة، يقدم أداء مذهلا هذا الموسم. أنا أحبه كثيرا. أعتقد أن هذا الموسم مهم جدا بالنسبة له. هو موسم مهم في رحلتي. سيكون موسم يحدد مصيره بالانتقال لنادي كبير. أنا أحبه على المستوى الشخصي، وأعتقد أنه سيكون من أفضل حراس العالم في وقت ما. وأيضا أنا عملت معه من قبل. ولدينا أيضا أناتولي، أنا عملت معه أيضا. أعتقد أن الآن الموقف بالنسبة لحراس المرمى في حارس مرمى شختار أناتولي، هو الموقف صعب له، ولكن الحارس هو حارس مميز، هو واحد من أفضل الحراس. أنا دربته بنفسي. أعتقد أن في المستقبل سيكون واحد من الأفضل كذلك على مستوى العالم.
ولدينا الكثير من الحراس المميزين. لا أستطيع أن أقول أنهم الأفضل الآن في العالم، ولكن في المستقبل هؤلاء الحراس سينتقلون لأفضل الفرق ويفوزون بأكبر البطولات حول العالم. أناتولي وأيضا ديوغو سينتقلون بالطبع. سؤال بخصوص Let us ask you. تمام، احنا بس عندنا سؤال بخصوص مايك ماينان تحديدا، بطل الدوري الفرنسي مع ليل، بطل الدوري الإيطالي مع أسي ميلان، من أبرز المرشحين للانضمام أو أن هو يبقى الحارس رقم واحد في منتخب فرنسا. من وجهة نظره كمدرب، وهو كان المدرب بتاع مايك ماينان وهو سبب في التطور الكبير في مستواه اللي وصل ليه ده، وهو بالنسبة لي تاني أحسن حارس مرمى في العالم بعد تيبو كورتوا. طيب إيه الأدد فاليو اللي مايك ماينان أضافها لإسي ميلان ما كانش دوناروما بيعملها؟ أعتقد أن لافونتي هو حارس مرمى مميز، وأعتقد أنه موهبة كبيرة. أعتقد أنه انتقل منذ عدة سنوات. أعتقد أنه يقدم من حينها يقدم مستويات رائعة. هو يتميز بأنه حارس شاب يستطيع التأقلم مع طرق اللعب المختلفة. يقدم لديه مهارة مختلفة عن باقي حراس المرمى. المدارس تختلف بالطبع، هو من مدرسة مختلفة عما يقدمه دوناروما. أعتقد أنه هذا الموسم بدأ بداية جيدة، هو موسم رائع بالنسبة له. الأمر لن يتوقف كذلك، ولكن لن يتوقف على ذلك، ولكنه سيكون من أفضل حراس المرمى في العالم، لم يكن واحدا من أفضل خمس حراس في العالم. بالطبع أنه كان مرشحا لحراسة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. هو لننتظر ونرى ماذا سيفعل هذا الموسم، ونرى خطواته القادمة إذا كان لديه القدرة على اللعب في الأندية الكبيرة في المستقبل. ولكن من الممكن أن نراه، كما قلت هو حارس مرمى شاب ولديه المهارة ولديه الأداء الجيد كذلك، ولديه الثبات في الملعب، فهو حارس مرمى شاب. بنشوف دلوقتي في سؤال بخصوص الأساليب التقنية الحديثة في مجال التدريب عموما، ودخولها مجال تدريب حراس المرمى. بنشوف يان زومر وظهوره مرتدي نظارات سوداء، بتقول إن هي بتزود رد الفعل بالنسبة للحارس. فإيه هي الأساليب التكنولوجية الحديثة اللي هو شخصيا دخلها في تدريبات نادي ليل، وهي أحدث الأساليب اللي ظهرت التكنولوجية في مجال حراس المرمى أو تدريب حراس المرمى؟ This is when we use glasses, not for we use. هذه النظارات التي ذكرت. Give new techniques for the. هي لا تعطي لا تمد الحارس بالمزيد من المهارات والتقنيات. ربما تكون مفيدة أحياناً. لا أحب استخدام الكثير من الأشياء في التدريب، من الأشياء. أعتقد أن ممارسة كرة القدم تعتمد على كرة القدم والتدريب على أرض الملعب. بالطبع هذه النظارات وهذه الإمكانيات الحديثة مفيدة، ولكن لا أعتقد. أنا أعتمد أكثر على المانيكينز، وأعتقد أعتمد أكثر على الأساليب التي أستخدمها في الملعب بشكل طبيعي كما تعلمت. ولكن هذه النظارات هي مفيدة، ولكن لا أعتقد أن هذه ليست أهم شيء في 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 تدريب حراس المرمى على في الأساليب الحديثة. ولكن إذا كان لديك الحارس وتدربه على ردة الفعل بشكل قوي وسرعة رد الفعل، هذا هو الأهم. ولكن أحيانا نحتاج إلى بعض التقنيات، ولكن الأهم هو ممارسة التمارين بشكل مستمر وبشكل اعتيادي في كرة القدم الحديثة، في الرياضة الحديثة. هذا هو الأهم في وجهة نظري. طيب خليني أسألك سؤال أخير ومرتبط أكتر بالكرة البرتغالية، ورايح أكتر لكأس العالم اللي خلاص بيفصلنا عن بدايته أيام. يمكن القاعدة يعني في كرة القدم علمتنا أنه ما فيش فريق بطل بدون حارس مرمى بطل، وشفنا أمثلة على ده سواء مع أندية أو منتخبات كتير جدا. هل بتشوف أنه حراسة المرمى في المنتخب البرتغالي في أحسن مستوياته، وهل حراسة المرمى أو مستوى حراس المرمى البرتغاليين يقدر يساعد منتخب البرتغال على أنه هو يروح لبعيد أو ينافس على لقب كأس العالم ولا لا؟
أعتقد أن في هذه اللحظة لدينا حراس مرمى جيدين. فزنا بأمم أوروبا في عام 2016. لدينا باتريسيو, لدينا هو في فورمة جيدة جدا. أعتقد أيضا أن كوستا, لدينا ديوغو, لدينا باتريسيو, لدينا ديسا, لدينا حراس مرمى جيدين على مستوى جميع الأندية الأوروبية, يلعبون في فرنسا ويلعبون في إنجلترا, وأيضا لدينا حارس مرمى أولمبيك ليون. لدينا حراس مرمى جيدين جدا جدا. ولكن بالنسبة للسؤال, أعتقد أن إذا كان لديك فريقا رائعا كما قلت, وليس لديك حارسا رائعا, بالطبع أتفق معك, لن تستطيع أن تذهب بعيدا في البطولة. إذا كان لديك فريقا عاديا ولديك حارس مرمى مميز, لا, ستذهب بعيدا بهذا. أعتقد أنه بالفعل أتفق معك, لدينا حراس مرمى جيدين يستطيع أن يساعد البرتغال على المنافسة. هم يعطون الثقة للاعبين ويعطون الثقة للمدير الفني. هم يلعبون حينما يلعب حارس المرمى بفاعلية فيساعد باقي الفريق. إذا كان لدينا حراس مرمى مميزين, ولذلك نقدم أداءات جيدة بفضل حراس المرمى. لا نستطيع أن نقدم هذا إذا لم يكن لدينا حارس مرمى جيد. في البرتغال لدينا الآن ثلاثة حراس مميزين جدا. أحيانا لدينا حراس لا يرشحون للفريق للمنتخب القومي, ولكن هذا بسبب جودة حراس مرمى المنتخب البرتغال. أعتقد أن لدينا الآن أربع أو خمس حراس مرمى في البرتغال مرشحون ليكونوا كذلك في منتخب البرتغال. أعتقد أن في فترة التحضير الماضية كان لدينا الفرصة لنرى أن الأفضل هو باتريسيو لحراسة مرمى منتخب البرتغال, وبالطبع كوستا أيضا هو حارس مميز وأدى أداءات جيدة في الفترة الماضية. أستطيع أن أقول أنه مرشح أيضا لقيادة منتخب البرتغال في كأس العالم. طبعا أنطونيو فيريرا مدرب حراس مرمى نادي ليل الفرنسي, بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. كل التوفيق لفريق ليل, واحد من الفرق الحقيقة الكبيرة في فرنسا, والحقيقة يمكن على مستوى الكورة والفنيات أثبت قاعدة مهمة جدا, أو حقق قاعدة مهمة جدا, أنه الكورة مش فلوس بس, كورة إدارة, كورة رؤية, كورة تخطيط, وقدر ينجح في أنه ينتزع لقب الدوري الفرنسي من نادي بي اس جي بالجالاكتيكوس اللي بيضمه طبعا منتخب العالم كل النجوم دول. وكل التوفيق طبعا للكرة البرتغالية ومنتخب البرتغال في كأس العالم. شكرا جزيلا ليك.